بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ودافي على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة. طبعا الأحوال الجوية مستمرة معنا في الاستقرار في معظم محافظات الجمهورية، مع درجة حرارة تعتبر حول المعدلات أو أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجة لدرجتين. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أنها تسجل 28 درجة مئوية. هنلاحظ فترات النهار في زيادة لفترات شطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير، ده بيساعد إن احنا نحس بارتفاع قيم درجات الحرارة، خاصة لو احنا موجودين تحت أشعة الشمس وقت الظهيرة. هنحس بالأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، أجواء دافية طبعا على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، واللي بتكون قيم درجات حرارتها طبعا أقل من القاهرة الكبرى. أجواء حارة على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون في فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس وكنا في فترات الليل، طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده بيكون محسوس أكتر وملموس فترة الليل المتأخر اللي هي فترة الفجر وفترة الصباح الباكر. الأجواء هتكون أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة كمان في المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، الأماكن اللي هيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير، لأن كمان اليوم متوقع أن يكون معانا في نشاط رياح. نشاط رياح ده هنحس بيه أكتر بعد فترة الظهيرة مع دخولنا فترة المساء وساعات الليل. في معظم محافظات الجمهورية سرعات الرياح هتتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة. وجود نشاط للرياح بعد فترة الظهيرة ده يساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء واحساسنا بالبرودة خلال فترات الليل. طيب الرياح دي محملة بأتربة؟ لا الحمد لله، الرياح غير محملة بأي أتربة ورمال مصارة. الأحوال الجوية بالنسبة للأتربة ورمال المصارة مستقرة تماما، يمكن لحد منتصف الأسبوع إن شاء الله. كمان الشبورة، خلينا ننوه عن الشبورة المائية، لأن الشبورة المائية في الفترة دي شبورة مائية كثيفة، يعني بتأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية، خاصة في فترة الليل المتأخر، فترة الساعة 4 الفجر تقريبا لحد الساعة 8 الصبح، بتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية على الطريق، الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية منه إلى محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية. لكن هي ايضا سرعان ما بتختفي وتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني احنا قدامنا ساعه بالكثير او ساعتين والشبوره المائيه تختفي تماما، الرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. الاحوال الجويه دي مستقره زي ما قلنا يمكن لحد يوم الثلاث اللي جاي، عشان انوه بس مع حضراتكم ان في ارتفاع ملحوظ يوم الاربعاء اللي جاي في درجات الحراره، وكمان كتل هوائيه صحراويه ممكن تؤدي لاثاره الرمال والاتربه. فعشان كده احنا مهم جدا في فصل الربيع نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه. الربيع معروف دايما بتقلباته الجويه الحاده والسريعه والتغير الكبير في خرائط الجو، معروف كمان بوجود رياح الخمسين او الاتربه والرمال المطره. انا كنت لسه هسال حضرتك دلوقتي عن رياح الخمسين اللي معروفه من اول 21 مارس ومكمل معانا بقيه فصل الربيع، كلميني عن النصايح اللي ممكن تنصحيها للناس علشان يتفادوا الحساسيه اللي ممكن يتعرضوا لها او خلافه من رياح الخمسين. هو طبعا مهم جدا ان احنا نتابع النشره الجويه، يعني متابعتي للنشره الجويه بصوره يوميه تخليني اعرف ايه الظواهر الجويه اللي ممكن تبقى موجوده وتاثر عليا وابدا اتفاداها بشكل كبير. بعد كده طبعا لو في اي اتربه ورمال مصاره فهيكون مهم جدا لمرضى الحساسيه الضرائيه والجيوب الانفيه والجهاز التنفسي، مهم جدا ان احنا يعني واحنا خارجين نرتدي الكمامات، ده ضروري جدا واحنا خارجين نرتدي الكمامات. ومهم كمان لان الاتربه والرمال المصاره ممكن تاثر على الرؤيه الافقيه، كمان مهم جدا تكون القياده بهدوء تام اثناء وجود اي ظاهره جويه ممكن تاثر على الرؤيه الافقيه. ذروه رياح الخمسين امتى؟ هي مالهاش ذروه معينه، يعني هي لها ان هي بتبقى موجوده معانا في شهر 3 شهر 4، كمان ممكن تبقى موجوده معانا في شهر 5، لكن هي مالهاش مده معينه ممكن تحصل فيها، وممكن كمان تتكرر كذا مره في فصل الربيع، يعني مش معنى ان هي جت مره واحده
او اثرت علينا الاتربه ورمال المصاره مش معناها ان هي مش هتحصل تاني، لا وارد جدا تكرارها كذا مره في فصل الربيع، لان احنا معظم الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا في فصل الربيع بتكون كتل هوائيه صحراويه، مجرد ما سرعات رياح بتزيد بتتحول دايما لاتربه ورمال مصاره وبتاثر في معظم محافظات الجمهوريه. فعشان كده احنا بنقول مهم ان احنا على مدار فصل الربيع كله متابعه يوميه للنشرات الجويه، حتى كمان لو في استقرار في الاحوال الجويه، لان وارد تغير في خرائط الطقس من يوم للتاني في فصل الربيع. وكمان طبعا نوعيه الملابس في الفتره دي احنا بناكد دايما بلاش الملابس الصيفيه بشكل كامل، خاصه لو احنا بنخرج بعد المغرب لحد فتره الصباح الباكر، الوقت لسه في بروده، حتى لو احنا خففنا فتره النهار وده طبيعي الناس بتخفف مع وجود اشعه الشمس والدفء اللي بتحسه، يبقى فترات الليل دايما عارفين ان الملابس تكون ملابس شتويه خفيفه، معانا جاكيت خفيف واحنا خارجين في الفتره دي تجنبا طبعا نزلات البرد. طيب بما ان النهارده في نشاط للرياح، هل ده هياثر على يعني حركه الملاحه البحريه بشكل او باخر؟ لا الحمد لله مش هيؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية، نشاط الرياح فقط هيحسسنا بالبرودة وانخفاض قيم درجات الحرارة ويلطف الأجواء، لكن ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط والبحر الأحمر لا يتجاوز 2 متر ويكون ما بين 1.5 لـ 2 متر، والبحرين هيكونوا مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. بس مهم ناخد بالنا لو احنا رحنا للشواطئ خاصة إن احنا فترة أجازة ناخد بالنا بلاش التعمق داخل البحار، لان دايما سرعات الرياح بتزيد داخل عمق البحر بتختلف السرعه وارتفاع الموج عن الشاطئ، فناخد بالنا بس ونكون بحذر شديد عشان نستمتع بالاجواء بشكل انا كنت لسه هسالك ايه اكتر الاماكن او المحافظات اللي ممكن نخرج فيها النهارده، خصوصا ان خلاص بكره الناس هتبتدي رسمي تنزل اشغالها. احنا طبعا يعني بنقول ان المحافظات الساحليه ان كان المطلة على البحر الاحمر او المطلة على البحر المتوسط اجواءها ممتعه بشكل كبير، نقدر ننزل البحر ما فيش مشكله جدا، بس احنا دايما المناطق المطله على البحر الاحمر درجات حرارتها بتكون اعلى من المطله على البحر المتوسط، هنلاقي متوسط درجات حراره في شرم الشيخ والغردقه ما بين 29 ل 30 درجه مئويه، فده هيكون مناسب جدا لو احنا حابين ننزل البحر. فترات الليل كمان ما فيش البروده زي المناطق المطله على البحر المتوسط، لان فتره الليل الاجواء الصغرى فتره الليل ما بين 18 ل 20 درجه مئويه، اجواء لطيفه بشكل كبير، ايضا نقدر نستمتع بالاجواء في المحافظات المطله على البحر المتوسط، لكن هنكون حذرين من البروده اللي هنلاقيها فتره الليل، خاصه لو في نشاط للرياح فتره الليل خلينا نحس بالبروده اكتر. خليني اسالك اخر حاجه، انه المحافظات الحدوديه الاجواء فيها بتبقى عامله ازاي، خصوصا ان بيبقى فرق درجات الحراره الصبح والليل بيبقى لحد ما كبير. احنا في الفتره دي في الوقت ده من السنه احنا عندنا استقرار طبعا في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، ويمكن المحافظات الحدوديه الاول الجنوبيه زي الاقصر واسوان المناطق الموجوده في جنوب البلاد اجواءها مستقره بشكل كبير، لكن طبعا هنحس بيها بارتفاع قيم درجات الحراره، لان قيم درجات الحراره فيها بتبقى مرتفعه طبعا عن المناطق الشماليه اللي بتتجاوز ال 34 درجه مئويه في الاقصر واسوان. فترات الليل بيكون بقى فيها انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحراره، لان اغلب الكتل اللي بتاثر بتبقى كتل هوائيه صحراويه، فتره النهار دفء كبير وارتفاع في الحراره، وفترات الليل بتبقى بروده وبروده بشكل كبير. المناطق الحديه في المطله على البحر المتوسط ان كان طبعا من المنطقه الغربيه او المنطقه الشرقيه اجواءها ممتعه تماما فتره النهار وفترات الليل، لكن دايما النصيحه المهمه البروده فتره الليل دي اللي نخلي بالنا منها تجنبا طبعا لنزلات البرد. طيب الرطوبة احنا من خلال الظواهر الجوية اللي بنتعرض لها النهاردة، الرطوبة ممكن نحس بيها شوية ولا مش هنحس بيها في الأجواء دي؟ هي طبعا مش هنحس بيها بشكل كبير، لأن رطوبة فصل الربيع بتكون منخفضة، عشان كده ما بنحسش بيها بالشكل الكبير. مصادر الكتل الهوائية معظمها بيكون مصادر الكتل الهوائية صحراوية، فمش هتحس بوجود الرطوبة، خاصة كمان ان احنا قلنا في الأول ان احنا هيكون معانا نشاط في رياح، ده بيساعد ان احنا ما نحسش بوجود الرطوبة بشكل كبير في فصل الربيع أو في أي وقت. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 28 والصغرى 17، العاصمة الإدارية 28-16، اسكندرية 23-15، والعلمين 23-14، ومطروح 22-14، ودمياط 23-16، بورسعيد 23-16، إسماعيلية 29-15. السويس العظمى فيها 29 والصغرى 16، العريش 25-14، كاترين 23-10، وطابة 26-16، حلايب 29-22، وشلاتين 31-20، شرم الشيخ 31-21، الغردقة 31-20.
الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 15، بني سويف 30-15، الوادي الجديد 34-16 وأسيوط 31-15، سوهاج 33-17 وقنا 35-18، الأقصر 35-18 وأخيرا أسوان 35-19. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، وعلى طول هنروح لبسانت ومحمد نكمل معاهم فقراتنا. شكرا ليك يا لميا.